السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات في معهد دراسات الموسيقية العراقي، وأني أشكركم جدا لتعليقاتكم وإعجابكم واشتراككم في قناتي وأسئلتكم الجميلة جدا. ودائما أعتذر عن يعني مرات يصير عندنا البث المباشر ضعف الانترنت، وهي جدا جميلة طبعا، وهذا البث المباشر الجميل اللي هو طبعا أسئلة و يخلق جو من الحركة الجميلة. لذلك أنا أتمنى أن تكونون بألف خير، واليوم عندنا أمامكم بالورقة هذا المقام، مقام المستعار اللي هو فرع من مقام السيغا. أجناسه طبعا أمامكم، جنس مستعار على درجة السيغا في حالة الصعود، وجنس ناود على درجة النوى في حالة الصعود، وجنس كرد على درجة الحسيني في حالة الهبوط. لحظة أمامكم ياخذ سي بيمول، ميكار بيمول، وياخذ أيضا فاديس. هذا المستعار أمامكم، من يبدي من ميكار بيمول، ثم فا ديز، ثم صول، ثم لا، ثم سي بيمول في الصعود، ثم دو، ثم ري، ثم مي كار بيمول. إذن ياخذ عندك سي بيمول في البداية، ومي كار بيمول، وفا ديز. أمامكم الآن بآلة العود، إذن يبدي عندكم بآلة العود اللي هو مي كار بيمول المستعار. وراح تلاحظون من خلال المقامات موجودة أنا هي الغاية أنه أنت تعزف السلم وتتمرن، يعني تتمرن المستعار. وأتمنى أنه فدتكم، وتحياتي لكم، وأتمنى أنه استفادتوا من هذا الموضوع وهذا الفيديو. لا تنسون الإعجاب والاشتراك في قناتي. شكرا لكم، وأي شيء تحتاجوه اكتبوا لي بالتعليقات وأنا تحت أمركم. مع ألف سلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.